عندي سؤال، المسح على الخفين يذكر في كتب العقائد؟ عجب هذا، كيف؟ نعم أخي. لأن هذا شعار لأهل السنة والجماعة، خالفوا فيه الرافضة. نعم، في الرافضة لا يرون المسح على الخفين. ثبت المسح على الخفين بماذا؟ أدلة المسح على الخفين كتاب وسنة وإجماع الأمة. ثبت المسح على الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هؤلاء خالق الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فتح الله عليك.